تعالوا خش يا اخواننا، ما شايلين اي الات حاده، انتوا خايفين ولا شنو؟ ها وين ناس النضال؟ النضال وينه؟ وين ناس سندق اخر مسمار في نعش الجبهه الفاشستيه الجاسمة على صدر شعبنا؟ كاد ما انفاز تلقى عرقان تقول عنده موضوع، ما عنده اي موضوع والله جد، فرصه مفتوحه لك. تعالوا خش يا ناس، انت عارف بعد ده والله انا انتوا بعد ده بتخلوني اشتغل بالنظام واحد عندنا كده دار اشتغل بنظام العسيمين، والله باجي اجيب الواسطيه اشرح هنا، خليكم تعالوا خشوا. فرصه مفتوحه للمداخلات، فرصه مفتوحه للحوار والنقاش. يا شيوعيين كلامنا ده صح؟ شعبيين انتوا مشيتوا نمتوا ولا شنو؟ فرصه مفتوحه للمداخلات والنقاش. نختم يعني على كده كلامنا ده صح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخواننا في حاجة، في حاجة كده سامعين يا أخواننا، في حاجة نمرة واحد في لو رجعت كتب السلف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ابن حزم غيرهم رحمه الله جميعا بتلقى لا بيقولوا حاجة كده، بيقولوا شنو؟ لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا التزمه منه صاحبه. يعني شنو مثلا؟ هذا أضرك مثال. طبعا الشيوعية تساوي لا إله، دي معلومة غلط، خذ بالك معي كويس. الماركسية تساوي لا إله، في فرق بين الشيوعية والماركسية بالمناسبة، تمام؟ وفي فرق بين الاشتراكية، وقبل الشيخ غلط في حاجة برضو إنه قال شنو إنه الاشتراكية دي معناها نحن نشيل قروشكم نديها للدولة، غلط الكلام ده طبعا. طيب في حاجة ثانية برضو، لو قلت الملكية الخاصة الإنسان بطبيعته، أنا أقول لك حاجة، العقل اللي تتكلم عنه ده جون لوك مثلا، جون لوك مش ليبرالي يا أخواني، بتعرفوه كلكم في كتاب رسالتين في الحكم المدني. جون لوك ده كان من نظر الملكية الخاصة اللي هسه عند الليبراليين وبالعقل من غير أي دين، تمام؟ أنا زول مدين بعقله، ما زول وضعي في النهاية جون لوك، مش كده؟ في كتاب مقال في فهم الإنسان، ده موضوع ثاني طويل، رجعوا له في كتاب الطيب عزة في الليبرالية. أما الموضوع المهم جدا، موضوع مهم شديد بتاع انك بتقول مثلا الغاز و و و عشان في شرك. طيب امريكا دي ما وضعيه، امريكا دي ما دوله وضعيه، بروتستانتيه دوله علمانيه، ما في غاز وفي 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 يا اخوانا. طيب المقوله الاثرت القديمه اللي بيقولوه في كتب السلف منقول كثير، ان الله يقيم دوله العدل وان كانت كافره، ولا يقيم دوله الظلم وان كانت مسلمه. تعالوا وريني كيف دوله عدل وهي كافره، تمام؟ الموضوع الجديد بتاع اللازم انا ارجع له ثاني، معلش. انت ما تلزم الشيوعي يعني عين. بالمناسبة أنا بعرف شيوعي، أنا محمود ده بعرف شيوعي بيصلي الصبح في الجامع، وأنا بكون راقد نايم وبابو بيصلي الصبح في الجامع نايم نوم جد، بقوم أصلي الساعة 12. طيب تاني حاجة ظريفة يا أخوانا، الموضوع عامل يعني عين، أنت تتمكن من الموضوع كويس قبل ما تيجي تتكلم فيه، دي حاجة مهمة. وتاني معلش في حاجة أنا أقول لكم حاجة غريبة جدا، أنا بغيت ما فهمها كله فهموني ليه. السلفيين بيعذروا اغلب الصوفيه بالجهل، تمام؟ دي حقيقه، بيغلب اغلب يعني مثلا برعي، ما كل السلفيين في السودان بيكفروا برعي بالمناسبه. ليه؟ بيقول لك احنا لا نعلم ان البرعي اقيمت عليه الحجه وانتفت عنه الموانع التي يكفر تاركها. كان من كتب الشيخ الاسلام ابن تيميه، كان كتب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله جميعا، تمام؟ يلا انت ما تجي تلزم يعني ما ده ما لازم ده ما تلزم الا اذا هو التزموا، دي حاجه مهمه جدا. طيب تاني في الصوفية، أيوة تعذر الصوفية بالجهل. طيب مالك مشتد عليه وكده إنت الصوفي ده؟ في فرق بين حاجتين، عينه ده رفصل بين حاجتين يا أخوانا. في فرق بين أنا أجي أتكلم معاكم هنا أكون منفعل جدا ضد التصوف، يعني مثلا أضربكم مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم مع صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم مع الصحابة رضي الله عنهم، صبحكم ومساكم، الصحابي كان يقول لك كأنهم منذر جيش، مش كده؟ لكن الفرق في شنو؟ متى يتكلم كلام زي ده مع صوفي؟ نمرة واحد، أنت من الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة له، ما أنت في الحقيقة مرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلامك ده قد مو يكون صح بالنسبة له، كلامك ده قد مو يكون صح بالنسبة له، تمام؟ كل الموضوع أنا داري منك شنو؟ إنك يعني لا أنت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هو كل الكلام اللي أنت بتقوله بيعتقد إنه حق، لا والحاجة المهمة دي لا 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 نفسك يعني لا موقعك في نفسه
زي موقع الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة، ودي حاجة مهمة جدا يا أخواننا. موقعك في نفسه ما زي موقع، لكن في فرق بين الاثنين. يعني أنت بتعذر بالجهل، طيب أعذرته بالجهل معناه زول يا أخي لا يعلم، واقع في كفر، تمام؟ طيب يا أخي جيبه بالراحة خدته كده علمه، جيبه بالراحة خدته علمه. يعني الشدة الشديدة جدا مع الصوفية ذاتهم أنا مستغرب منها جدا. لا بتبعده عنك بكل بساطة، بتبعده عنك وده واضح. طيب كلام جميل جدا الشيخ شهاب حفظه الله وربنا يوفقهم كلهم ويوفقهم كلهم، بيقول حاجة جميلة جدا، دارين نغير صح، دارين نغير. وأساس الدين ده يعني قاعدة الدين ده هي أن لا يعبد إلا الله، تمام؟ إفراد الله بالعبادة دي حقيقة. لكن تعال نفترض مثلا نقول إنه دعوتك دي كدعوة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو كدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، أو كل دعوة علماء الدعوة الوهابية، تمام؟ يلا الليلة عين الأسر شنو؟ السؤال قبل السؤال الشاب ده قال يا أخي من منو نأخذ العلم؟ يا أخوان هو قبل السؤال ده في حاجة، قبل السؤال ده ما قبل من منو نأخذ العلم، هو ده منو قاعد يمشي يتعلم ذاته إلا من رحم ربي يعني. الليلة وبعدين في حاجة مهمة أنت عارف بالمناسبة يا أخوان دي حقيقة، يعني ما تقول دي ما حقيقة. الليلة المعلومات دي بقت تجي فوق كده زي السيل، ما تعرف ذاته تتقبل على وين. وبعشوينا شهاب عنده مشاكل مع جماعة أنصار الرسول المحمدية، ده الشهاب عنده مشاكل مع شيخ أبو عمران، ودي عرفت حديثا لعلي علي أخوي قاعد بيدرس عند أبو عمران، وناس منه ومشاكل مع ديل ومشاكل مع ديل وتاني في نفس الوقت يا أخي نحذر نغير. وبعدين بالمناسبة يعني التغيير ده هو البساطة دي، الموضوع ما بالبساطة دي أصلا، ما بالبساطة دي. يقول له بعدين تاني في حاجة يقول لك لقيته خالد أقعد أقول له والتوحيد 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 والتوحيد، يعني مثلا يعني أنا لقيت الزول ده خالد أقعد أكلم أول شيء في التوحيد أن لا يعبد إلا الله، وقعدك مع البيت دي غلط يعني كيف؟ انا ما فاهم الموضوع، عامل كده مطالب يقول لي يا اخي تعرفوا الكلام ده حرام خليهم يتعاملوا مثلا يعني. جزاكم الله خير. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا هو في مجمل كلامه حاول كأنما إنه أنا بلزمكم من داخل كتبكم المنهج السلفي ومسألة إنه عنده معرفة ودراية بخلافاتنا نحن واوا إلى آخر، باعتباره مدخل حتى يوثق في نفوس الطلاب إنه زول عنده علم وعنده مسألة، وحاول يجد عليه ببعض الكلمات. يا حمالة أنت ما تخلينا، ما عندك أدب أنت بتاع نغاش ليه؟ أول مسألة في التغيير إنك تتأدب، أنت تتأدب عشان نغير، فهمت؟ ما تكورك من برا يا أخي، لو داير فرصة بنديك، ما تكورك من برا، ما تكورك من برا، ما تكورك من برا، برد عليك، برد عليك. انت الان قولتني كلام انا ما قلته يا اخي، ما تكورك يا زول، ما تكورك، احترم الطلبة دي. طيب طيب انت ما بتوريني انه ارد على شنو وما ارد على شنو يا اخي، ما تكورك، ما داير، ما مش فوت، ما تكورك عليك الله. طيب يا اخي ما تكورك يا اخي عليك الله، الزول ده اخواننا ماله، هسه انا داير ابدا ارد عليك. طيب مسألة لازم المذهب، لازم المذهب ليس بمذهب، دي انت جبتها ليش؟ مش لانه دي قاعدة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه القاعدة انت دار تلزمنا بها عشان احنا ما زي ما بتقول انت ما نشتد على الناس واوا الى اخر. الله اخواننا طبعا بعد ده يبقى الفهم جسم. طيب مسألة لازم، ما تكورك يا زول من برا، ما تقاطع يا زول، ما تقاطع يا زول، ما تقاطع، ما تقاطع. طيب مسألة لازم المذهب ليس بمذهب، نحن لا يا أخواننا بالراحة كده، لازم المذهب معناه شنو؟ معناه شنو؟ ما زنت لو فرصة اعتراضية بيجوا ساكت، تعال خش انت، خليك من اعتراضي، اعترض جوا هنا انت، فهمت؟ طيب مسألة لازم المذهب ليس بمذهب يا أخواننا، العلماء تكلموا عن المسألة دي ليه؟ عشان انت ما تقول الزول كلام ما قالوا، دي العلماء جابوها في هذا الباب. أنا لما أجي أقول مثلا البرعي يا أخواننا بيقول إنه الولي بيقول لشيء يكون فيكون، أنا بقول في الرد على الصوفية يلزم من هذه المقولة، بقول يلزم من هذه المقولة أنه جعل شيخه شنو؟ إلها مع الله. هل هذه الطريقة في الإلزام غلط ولا ما غلط؟ ما غلط، لكن كون أقول البرعي قال وبقاو إله مع الله دي مسألة تانية، كويس؟ أنا بجيب لازم المذهب حتى أبين فساد مذهبه، فإما أن يتخلى عن مذهبه
وإما أن لا يلتزم لازم المذهب. ده الكلام بتاع ابن تيمية. ده تيت خمنا وده تيت كوري. أنا لا أفتكر، لا برضو أنا أفتكر. أنت قال بالمطيق ساكت تقول تمص في عرديب. طيب ما بخليك. قال الشيوعية، قال الشيوعية تساوي لا إله. ده كلام غلط يا ظن. أن إحنا وإنت والشيوعية نرجع لكتبهم، كتبهم كتاب بتاع واحد اسمه فريدريك إنجلس، اسمه الاشتراكية العلمية والاشتراكية الطوباوية. ما تجي قلت لي المدنية كله بين مدني انتم ما نافع. تقالوا نافع؟ ما نافع ولا اي حاجة. الشيوعية كلها ما نافع. تقال لك انا جبتها استشهد بها فارغة ساكت فاشلة. انت حافظ لك معلومات، جهل يضر وعلم لا ينفع. فهمت؟ ما تجي تنجر لنا ساكت. طيب فالشيوعية في كتاب، انا اديك كتب كثيرة جدا، كتاب البيان الشيوعي كأول وثيقة مرق كارل ماركس وفريدريك إنجلس في القرن 1860 تقريبا او كم او لقدام شويه. كويس. قالوا فالشيوعيه تلغي الحقائق الابديه. اسئله لو عندك نت بتمرق تلقاه في نهايات البيان الشيوعي. قال تلغي الحقائق الابديه، تلغي الاديان والاخلاق عوضا عن تجديدهما. تلغي الاديان معناها؟ قال باي معنى ننكر الاخلاق وننكر السلوك. دليلين في كتاب مهمات اتحادات الشباب، رساله صغيره من كم 20 أو كم 30 ورقة، وهذه الرسالة ضمن مجموع رسائل لينين المجلد الرابع. فهمت؟ صفحة 150 تقريبا، 154. فهمت؟ قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله. ده كلام منه؟ كلام الشيوعيين ذاتهم. انا لو دار اجي اعرف الشيوعيه بجيب زلمه منك انت ما اعرف لك قال مين في كتاب المدنيه، كتاب سجم رماد. ده ما بينفع. احنا بنمشي للاصل ذاته، للاصل ذاته. فهمت؟ اديك ثاني كتاب، كتاب اسمه ضد دوهرينج، مؤلفه فريدريك إنجلس، الصفحه 149. قال وقد استطعنا ان نلغي ونزيل وندمر جميع الغيبيات والسماوات والإله والجنة مع خلود الروح. فهمت؟ ده كتاب اسمه ضد دوهرين، صفحة 149. فنحن بنتكلم لك انت قال بننجر ساكن وما بتستفيد منهم حاجة. كتبك دي كلها كتب بتاع التحليل. فهمت؟ ما احنا دارين المعلومة الصافية ذاتها. فهمت؟ عشان ما تجي تنجر ساكن. طيب قال أمريكا فيها كفر وهي مرتاحة، ونحن المسلمين نحن ليه تعبانين؟ لأنه فينا شرك، فينا شرك بالله. أما ناس أمريكا ربنا قال من كان في الضلالة، قل من كان في الضلالة فليمدد له شنو؟ الرحمن مدى. فهمت؟ ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. أنت لما تصلي صلاة الصبح في جماعة بعدك تعال خش ناقش، تعال عارف كلام الله، ما تجي تنجر ساكن. فهمت؟ لأنه تضيع الصلوات. ربنا سبحانه وتعالى قال فويل للمصلين. قبل ما نمشي للتغيير غير نفسك أول، أول حاجة تغير نفسك. فهمت؟ ربنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك، لأن الصلاة من سبب الرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. عرفت ليه أمريكا مرتاحة ونحن تعبانين؟ لأنه في نوعيات بيصلوا الساعة 12. ها؟ صلي الساعة 12 مساهر في شنو أنت؟ طيب قال بعدين قال انا بعرف شيوعي بيصلي في الجامع. قول بقى امام الجامع برضو كافر، انت مسكين ولا شنو؟ ها يا زول، هو الموضوع ما انه بيصلي ولسه الشبهه انت ما تميتها. الشيوعيين عندهم زمان حديث ضعيف بيقول لك اذا رايتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. ده ضعيف قبل ما تجيبه. فهمت؟ فكونه يصلي في الجامع اما ده ما فهم الشيوعيه او ما فهم الاسلام. لانه من اول قواعد الشيوعية إنكار الحقائق الأبدية، وبيعتبر الشيوعيين وجميع الملاحدة أن الإله وأن فكرة الله إنما هي فكرة نجرى الإنسان، كما في كتاب لواحد أنا اشتريته من السوق العربي منظر مؤتمر الطلاب المستغلين اسمه آدم أبكر إسماعيل، أسس حزب مؤتمر الطلاب المستغلين. قال في حاجة اسمها القوانين والأديان والأخلاق واللوائح والمسائل دي، ودي كلها عبارة عن تفسيرات للناس للطبيعة وللظواهر اللي بتقع عليهم، وتكلم عن نظرية الديالكتيك
وهي التفسير المادي للتاريخ، دي برضو أضيفها لمعلوماتك، فهمت؟ ومسائل كثيرة جدا. يا الزول ده الشيوعي اللي بيصلي هنا ده، يا ده ما بيعرف الإسلام ولا ما بيعرف الشيوعية، واحد من الاثنين، فهمت؟ لأن الشيوعية تعني الكفر بالله سبحانه وتعالى، فهمت؟ وما بتقبل منه صلاة، لو صلى ده بيتريض بس، لكن ما تقبل منه أي صلاة والله أجد. وزال بيقول الله ما في تم صلي لمنه من البداية في الصلاة دي، لما تعمل كده تنزل يدينك بتقول شنو؟ الله أكبر. هو ده ذاته ما مقتنع إنه في الله ذاته، ما مقتنع مرة واحد، فهمت؟ طيب قال لماذا تعذرون البرع بالجهل وبعد ذاك أنت بتشتد على الصوفية، فهمت؟ يا أخي عليك الله، مسألة التكفير مسألة براء، دي مسألة براء، ومسألة تحذير الناس من شر داعية من دعاة الشر دي مسألة براء، وليس من شرطي التحذير من شخص معين أن يكون واقعا في الكفر، ممكن يكون زول واقع في الكفر وممكن يكون زول ما واقع في الكفر، لكن أنا أتكلم عنه وأشتد عليه، كما وقع النبي عليه الصلاة والسلام اشتد على ناس لما سرقت المرأة المخزومية القرشية، فأرسل أسامة بن زيد ليكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم خطب في الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده، فهمت الحاصل؟ فالمسألة ما هي مسألة هنا زول جاب منكرات احنا بنرد عليه، زول بيصلي للساعة 12 احنا بنرد عليه، وانا ركزت على المسألة دي لانه جاب بصورة بتاعت استهتار، في وانا ما قاعد اصلي الساعة 12 يعني ما في حاجة، زول دي من اعظم الاسباب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في البخاري ومسلم، الراجمات بس تتكيف ذاتك انت، فهمت؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت ان امر رجلا فيقيم الصلاة وآمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب، فأشعل على أناس لا يشهدون معنا الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فهمت؟ فلازم تجي أنت في الصف الأول، فهمت؟ أسي في المنبر أنت جاء في الصف الأول، طيب ما تجي في الجامع ندان عليك أهم ولا ندا رب العالمين؟ طيب ما تجي، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. طيب قال أنت ما الرسول عشان تشتد على المشركين، ها؟ قال أنت ما الرسول عشان تشتد على المشركين، وكأنما الإنسان ده يختزل الدين فقط في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي ربنا قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نحن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في سلمه وحربه، في لينه وشدته، في غلظته وحكمته، في كل أحواله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه دل النبي صلى الله عليه وسلم وتسبحوه دل ربنا بكرة وعشية وأصيلة، فهمت؟ فده الدين كده إنه نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، دي عقيدة بتاعت ولاء وبراء، أنا ما بنجدع ساكن. طيب فنحن بنشتد لأنه ده ذو داعية بتاع الشرك، داعية بتاع الضلال والشرك، بينشر في الناس الكفر بالله. ماذا بعد الكفر بالله؟ إن شاء الله ما نأكل ولا نشبع ولا نركب ولا ننوم ولا أي حاجة، لكن يبقى ديننا ده اللي نحن دايرينه. إمتى تجي تقول لي عملوا وفعلوا تقول لي ليه تشتد براو؟ يا أخوانا المسألة أنا بفتكر إنه الشدة دي مهمة، والموضوع أنت قايله كده ما أنا ذاتي بفتكر، تفتكر برا وأنا أتصور ذاته في استوديو وبرا الاستوديو، هذا كلام فارغ ساي يا أخوانا. الحنية الزايدة دي عليك الله، بشوفوا لا محلات هنا الداخلية دي كلها عذابة، هنا لو لقيت كديس بتلقاه ذكر، الحنية دي عملها هنا أكبر. طيب قال شنو؟ طيب في بقية نقاط أنا أخليها لي أخونا أبو بكر، قدم أبو بكر علق على داني فرصة غير ده؟ لا لا لا
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أولا شيخ شهاب جزاه الله خير رد على الزول بما يكفي. والشعب ده أول ما تكلم أنا لحد ما انتهى والله داير أفهم بس الزول ده يصلي شنو، والله ما فهمته. يعني أنت ببساطة دخلت المنبر ده هنا دار تقدم للناس الرسالة، إما الكلام اللي قاله شهاب ده حق وانت جاي تأيده، أو الكلام اللي قاله شهاب ده باطل وانت جاي ترد عليه. أنا ما فهمت الوضع ده يسوي شنو. تمام، دي مسألة. الكلام بتاعه ده يعني كأنه بيبدأ معلومة عشان أنا داير أفهم داير يصل بها لشنو، بتلقى نطلة واحدة تانية. يمشي شوية داير استوعب داير انت شنو هسه، انا داير افهم زول شنو هو ذاته. ده سلفي. مرات يقول لك ابن تيميه وهو تقول ده سلفي، بعد شويه يرجع الماركسيه. لا دي ما قضيتنا نحن يا اخي، نحن جايين بنناقش في افكار خربانه هنا. ده الداخليه دي فيها شيوعيين بيقولوا الله ما في، في يهود، في نصارى، في كفار، فهمت؟ في اي شيء هنا ده يا اخي. انت ورينا التتابع لهات جهه ذاتك. كان احنا في النهاية نقدر نصل لان نناقش حاجة يا اخواننا. احنا ما جايين ساعد الموضوع، عندنا ما يشغلنا. انت لو فاضي ما عندك حاجة، احنا عندنا ما يشغلنا. فهمت كلامي ده؟ طيب طيب في النقاط اللي ذكرها كلها رد عليها شيخ شهاب. يقول الشيوعية ليست هي الماركسية، الشيوعية ما هي الماركسية. طيب ماركس ده شنو ذاته؟ ماركس شنو؟ مو زعيم من زعماء الشيوعية؟ والكتاب البيان الشيوعي ده المنافستو بتاع الحزب الشيوعي. يعني الليلة زي الزول السلفي بتلقى عنده من أولى الأولويات كتاب التوحيد، صح؟ مؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ما ممكن الليلة تقول لي سلفي ومنتمل المنهج السلفي وما عنده اي علاقه مع كتاب التوحيد ولا مع التوحيد، ما في. فهمتني؟ كذلك الليله انت بنفس النظام ده ما ممكن زول شيوعي وما عنده علاقه مع ماركس. وان كان احنا منهجنا ما مربوط بشخص الشيخ محمد عبد الوهاب، مربوط بمنهجه ما بشخصه، ولا ابن تيميه ما مربوط بشخصه، بالمنهج بيحمله، لانه ده باعتباره رموز للمنهج. كذلك وإن كان المقارنة ما صحيحة بالضبط يعني، لكن أخذها من باب فهم بسيط. ما ممكن زول يكون شيوعي والشيوعية دي النجرونس ماركس وإنجلز والكتب البيان الشيوعي ويكون شيوعي وما عنده علاقة بديل. خليه يسمي أي حاجة تانية، زول مشجع ساي، متعاطف، محب للشيوعيين، ده موضوع تاني. أما شيوعي ده المنهج بتاعه. والشيوعية أرجع كتاب اسمه نصوص من الدين. أنت ما فاهم أي شيء، زول ده أظنه بيمشي يلقط معلومات من النت ولا في الواتساب. أوه الشغل ده ما واتساب. فهمت كلامي؟ الشغل ده هنا يا أخي أنت مش دخلناك لما نظمت ومرقته. الزول ده لما مرق جروه ولا مرق براو؟ يا طلبة مرق براو ولا جروه؟ مش مرق براو؟ أنت مرقته قبل ما تنجد كلامك مالك؟ أنت ما عارف شغلنا ده، إحنا هنا بندخلك تنطط زين، بعد ذاك بتتنجم هنا ده. انت اللي قال لك اقف منه، احنا وقفناك شهاب، انت وقفت زولة، وقفت براك انت، قلنا لك اقف احنا تاني ما في راجع. قال رب ارجعون، كلا انها كلمة هو قائلها، ما بنرجعك تاني هنا. فهمت كلامي ده؟ وان كان الآية دي في يوم القيامة، لكن في النهاية رجع عشان تقول كلام ما عندك تاني، قلت كلامك ده كله هنا. فهمت كلامي؟ طيب الشيوعية نصوص من الدين لينين كتب الكتاب نصوص من الدين الصفحة 25. قال الدين وأفيون الشعوب، ده عنده علاقة مع الدين. كتاب مختارات لينين الصفحة 171 لحد 173 قال ونقول بهذا الصدد أننا لا نؤمن بالله. دي الشيوعية بتكلم عنها انت، شيوعية ما هي الماركسية، الود ما فاهم أي حاجة. طيب قال بعد ذلك قال انت ما الرسول شان تيجي تتكلم بشده، وانت الرسول شان تيجي تتكلم بلين.
هو ما جاء عامل فيها سيد اللين يعني وسيد الرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا. طيب انا ما الرسول شي اتكلم بشده، وانت الرسول انت منه يا اخي؟ يا اخي احنا كلنا باعتبارنا مسلمين، اي زول بيجي يبلغ اي شيء سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده الدين ده؟ انا سمعته تعلمت عن الرسول صلى الله عليه وسلم احاديث، حفظت ايات من القران ببلغها. يلا معناه معنى كلامك ده ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الاعلى ومات، ثاني دين ما في. اللي بيتكلم كله تقول انت الرسول، ما الرسول اقعد تهب بس، يبقى ما في دين ثاني. نختم على كده صح؟ طيب قال لو لقيت واحد خالط تتكلم معه في التوحيد، هاي اتكلم معه في التوحيد لانه خالط، لانه ما عظم ربنا. لو بخاف من الله صح، لو بخاف من الله صح ما بيخلط، وتتكلم معه في التوحيد اول. فهمت كلامي ده؟ لقمان عليه السلام قال له ولده شنو؟ قال يا بنيه، شوف الكلام ده في الله كيف، وده اللي بيخلي الزول يخاف يخلي الخلط. انت قال الخلط ده زول بيخليه عشان الخلط بس كده، هو عارف كمعلومه انه الخلط حرام. اه كلهم عارفينه، اللي ما عارفه هنا مناسه، عارفينه الخلاطين ذاته عارفينه، لكن الزول داير خوف من الله، داير خوف من الله ومراقبه لله عشان يخلي الخلط الحرام ده. عشان كده لقمان قال لولده يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، ان الله لطيف خبير. بعد ذلك جاب له الاوامر بعد ما ذكروا بها الله، وراه انه اي شيء ربنا بيعلمه واي شيء ربنا بيكتبه. بعد ذلك قال له يا بني اقم الصلاه، ما بتاعتك انت اللي بتصليها الساعه 12 دي، اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فهمت؟ احنا المنتدى هنا يا شباب عملناه دفاعا عن الاسلام، دفاعا عن الاسلام، دفاعا عن العقيده. اللي بينتهكوه الشيوعيون فانهم يقولوا لا اله والحياه ماده، اللي بينتهكوه اليهود والنصارى اللي بيجعلوا الله تعالى الثلاثه، النصارى واليهود وغيرهم، اللي بينتهكوه الصوفيه وغيرهم من الرمدانين زي محمد المنتصر وغيره، اللي بيجي هنا يقول الشيخ يخلق ويرزق ويفعل ما يشاء. نحن عملنا المنتدى ده عشان نناقش بقى زي العلمانيين اللي بيسبوا في الدين قبل شويه بيجي. نحن ماشيين بجنبهم، ثلاثة رمضانين من العلمانيين قال السبب الضرر كله من الإسلام، كله قال من الإسلام. الإسلام ضرك يا جبان يا مرضان؟ الإسلام ضرك ولا أنت اللي ضررت نفسك؟ ربنا قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الإسلام ما ضر رسول. اليهودي الكافر إذا كان معاهد ولا مستامن قاعد في الدولة الإسلامية بيتنعم داخل حياض الإسلام. زمن علي بن أبي طالب واحد ذمي من أهل الذمة كافر ماشي في السير، لقى له درع واقع في الواطة، وقع من علي بن أبي طالب، والدرع حق علي بن أبي طالب وهو أمير المؤمنين. الدرع واقع في الواطة، اليهودي شال الدرع بقى في حوزته، علي بن أبي طالب قال له الدرع حقي، اليهودي قال له نحتكم للقاضي، القاضي شريح شايل الدرع في يده مشى للقاضي شريح. علي بن ابي طالب قال له الدرع حقي، قال يا امير المؤمنين ائت بالبينه، جيب البينه. قال له عندي شهدين على الدرع، ولدي وغلامي، ولده وغلامه يعني المملوك بتاعه. فقال اما غلامك فنقبل شهادته، واما ولدك فلا نقبل شهادته. يا يهودي قال له خذ الدرع، الدرع ليك. وامير المؤمنين مشى ساي. الوقت ذاك اليهودي تفكر في نعمه وعدل الاسلام، فقال هذا امير المؤمنين يختصم معي للقاضي شريح، والقاضي شريح يقضي لي انا ضد امير المؤمنين. قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ده العدل بتاع الاسلام. الواحد اللي بيجي يطعن بكل وقاحه في الاسلام، الاسلام تنعم به المسلمون وتنعم بعدله حتى الكفار، حتى الكفار الليل البنادوا بحقوق الإنسان والبنادوا بغيره من الدعاوى الباطلة. يا أخي دي موجودة في الإسلام وأحسن من كده. لكن الليلة يقول لك حقوق الإسلام وجب طائراتهم يخصفوا ويضربوا ويقتلوا في الأبرياء،
ويجي ينادي لك بحقوق الإسلام وحقوق الإنسان لما تكون في مصلحتهم هم فقط، لما تكون في مصلحتهم دل يجي يطعنوا في الإسلام ويعادوا الدين. نحن أعداء لهؤلاء جميعا. وأعرف منتدانا ده بتوفيق من الله جل وعلا قائم في المكان ده هنا بفضل الله تبارك وتعالى. ونحن خد في بالك دي رسالة أخيرة للمجارمة اللي بيعملوا حركات برا برا، نحن قادرين تماما بعد فضل الله لحماية منتدانا ده تماما، قادرين على حمايته. وانت ما تشوفه لا ما تسمعه بإذن الله تبارك وتعالى. نلتقي الأربعاء القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.